بعد مباراة مليئة بالأخطاء، منتخب مصر بينجو من الهزيمة أمام موزمبيق في مباراة قبل منها لو كنت جيت تسأل أي حد كان هيبقى الخلاف على أننا هنكسب فرق سكور ولا هنكسب واحد أو اتنين، ولكن الحقيقة السيناريو كان مختلف تماما، وسيناريو ما جاش على بال أي حد من الجمهور، في وجود أخطاء كبيرة جدا من المدرب، في وجود أخطاء من اللعيبة، في وجود لعيبة تقيلة وأسماء تقيلة جدا في الملعب حرفيا مش عارفة تبص الكورة. هنتكلم النهاردة أكيد عن الأخطاء اللي كانت موجودة وعن خمس مشاكل كانت بتقابل منتخب مصر النهاردة، واللي يمكن للأسف ما كانش فيه نقاط إيجابية في المباراة إلا نقطتين في وجهة نظري. النقطة الأولى هو تألق عمر كمال لما نزل، والراجل اللي أحيا الجبهة اليمنى بعد ما كانت يعني شبه ميتة في وجود محمد هاني، عرضيات كتيرة جدا، تكملة هجومية، عرضية نموذجية جي منها ضربة الجزاء بتألق برضو كبير لمصطفى محمد. أما النقطة التانية بقى هو وجود مصطفى محمد المهاجم التقيل جدا واللي قدر ان هو يصنع الفارق النهاردة بشكل واضح جدا، والمهاجم اللي يعني تنطبق عليه الجملة بتاعت مهاجم بيصنع الفارق، هو ده المعنى الحرفي للكلمة دي، وهو ده المعنى الحرفي لمهاجم تقيل ولمهاجم فعلا بيقدر ان هو يترجم مجهود الفريق لأهداف، هدف في أول دقيقة وضرب الجزاء في آخر دقيقة، وراجل الحقيقة مجتهد وراجل يعني يستحق الإشادة بشكل كبير. أما بقى لما تيجي تتكلم عن الأخطاء فهنقف كتير جدا، لأنه الأخطاء كانت كتيرة النهاردة في المباراة. أولا من روي فيتوريا، التشكيل تشكيل غريب وتشكيل يعني غير معتاد بوجود محمد صلاح مهاجم تاني مع مصطفى محمد، ومديله حرية كبيرة في التحركات، وان هو ممكن شوية بيبقى صانع لعب، شوية بيبقى موجود كمهاجم، الا ان هو المعنى او المسمى اللي كان بيلعب بيه النهاردة هو مهاجم وهمي مع مصطفى محمد. في وجود كمان زيزو كراجل جناح يمين بدل من صلاح، وبرضو كانت غريبة شوية وتفاصيل مش متعودين عليها في المنتخب، لا اللعيبة ولا احنا كمان كجمهور، وبالتالي كان في لخبطة وكان في عدم تفاهم وعدم انسجام واضح جدا في التشكيل من بداية المباراة اللي ربنا كرمنا فيها بهدف بمهارة فردية، لكن يعني غاب فيها الجمل وغاب فيها التفاهم وغاب فيها كمان الانسجام ما بين اللعيبة. اما بقى تاني نقطة او تاني مشكلة النهاردة هو غياب القائد، غياب الشخصية في الملعب. ما كانش فيه احمد حسن النهاردة كابتن منتخب مصر اللي كنا بنشوفه بيحمس اللعيبة وبيعنف الناس وبيوجه اللعيبة وبيحذرهم من الاستهتار وبيعمل تفاصيل كتيرة جدا، كانت غايبة النهاردة بشكل كبير عن منتخب مصر. تحس ان هو فريق يعني ما عندوش لعيبة عندها خبرات، وكان في استهتار كبير جدا من اول دقيقة من بعد الهدف، ومنتخبنا الحقيقة ملعبش وكان مستسهل المباراة تماما، وده خطأ كبير جدا. بيسأل عنه محمد صلاح وبيسأل عنه تريزيجيه وإنني، اللعيبة الكبيرة اللي النهاردة الحقيقة ما كانتش موجودة بدورها المنتظر أو بدورها المتوقع واللي المفروض ان هم كانوا يقوموا بيه. أما بقى تالت حاجة النهاردة هو غياب المنظومة الدفاعية والشكل الدفاعي السيء جدا والمليء بالكوارث والفضائح. اي كرة النهاردة بتتلعب عليك منظمة، يا اما جون يا اما هجمة خطيرة، فما بالك بقى لو انت بتلعب فريق قوي، بتلعب مثلا مع السنغال، بتلعب مثلا مع المغرب. النهاردة محمد هاني اكتر من كرة بيتاخد فيها بمنتهى السهولة ضد منافس في المتناول وضد منافس متواضع جدا. محمد عبد المنعم برضو ثقة زيادة كالعادة وشوية تعالي على الكرة، وفي اكتر من كرة كان ممكن ان هو يلعبها بشكل اسرع لكنه كان يعني بيتردد فيها او بيتأخر فيها. الكرة كمان اللي جاي منها الهدف الاول ما طلعش بشكل كويس وما كانش واقف بشكل كويس. اما بقى اكبر المشاكل الدفاعية الموجودة في وجهة نظري هو احمد حجازي، الراجل اللي مع احترامي لتاريخه ومع احترامي لقيمته مع منتخب مصر ولقيمته كلاعب كرة كبير جدا وعنده موهبة وعنده امكانيات عالية ومفيش خلاف عليها، راجل ستايله تحبه وتحب تشوفه في الملعب، لكن وهو جاهز وهو فت وهو مثلا من كام سنة فاته، يمكن كنت انا الحقيقة طلعت بعد او عفوا قبل مباراة الاتحاد الاهلي والاتحاد جدة، وكنت وانا بحلل المباراة قبلها وبشوف معاكم ثغرات الاتحاد قلت لك انه عندهم ثغرة كبيرة وهي احمد حجازي، وناس اختلفت معايا وناس قالت اننا داخلين على امم افريقيا بلاش ان احنا يعني نلقي الضوء على ثغراته وسلبياته، لكن النهاردة هو بطيء جدا، هو مش فت، هو مش جاهز،
هو راجل عدى 30 32 سنه 33 سنه ولسه راجع من الاصابه بقاله بتاع شهر ولا حاجه من ثالث صليبي ليه، وبالتالي ما كانش جاهز النهارده. وهنعاني كمان قدام الفرق اللي عندها سرعات والفرق اللي عندها مهاجمين تقال جدا. عشان كده لما تيجي تسالني عن رايي هقول لك كنت اتمنى وجود ياسر ابراهيم النهارده، راجل متالق، راجل فورمة عالية جدا جدا جدا، راجل فت، راجل رجليه في الملعب، وراجل كمان في تفاهم كبير جدا ما بينه وما بين محمد عبد المنعم ومحمد هاني والشناوي، فكان هيبقى خط دفاع يعني بينهم تفاهم وخط دفاع جاهز وراجع من فورمة عالية جدا ومن كاس عالم للأندية ومن حاجات تقيلة قوي. اما بقى اخر المشاكل هو الإدارة السيئة من روي فيتوريا، الراجل التشكيل النهاردة كان غلط، الراجل اللي يعني مغيرش ما بين الشوطين وتأخر جدا في التغييرات، كسبنا او تقدمنا بهدف بمهارة فردية عالية جدا لمصطفى محمد، لكن كنا بنفتقد للتفاهم، بنفتقد للانسجام في الملعب، بنفتقد لان مفيش جمل جماعية بتتعمل، كان لازم اغير ما بين الشوطين، كان لازم اهد الخطة الجديدة اللي انا عاملها دي وارجع بالخطة التقليدية المعتادة لمنتخب مصر بمحمد صلاح جناح يمين بخروج زيزو بنزول مرموش كمهاجم تاني، ان انا اعدل يعني الخطه بشكل كبير ما بين الشوطين. لكن كان في تاخير كبير قوي من روي فيتوريا، ما كانش فيه يعني تنبيه على حته الاستهتار اللي شفناها بشكل واضح جدا، لكن بتحصل وبدايه مش احسن حاجه، لكنها يعني ممكن نقول ان هي بنجرب لسه، او لسه ما دخلناش في الاجواء، او لسه اللعيبه ما سخنتش. الرهان الاكبر هو مباراه غانا، او المباراه الاهم هي المباراه اللي جايه اللي هتبقى يعني يا اما استكمالا للاداء السيء وللخبطه اللي حاصله وللعند بتاع روي فيتوريا بان هو عايز يعمل خطه جديده، يا اما هنشوف اصلاح وتطوير وتحسين للاداء باذن الله في مباراه غانا، وده اللي طبعا كلنا بنتمناه. اخر حاجه هستناك بقى تقول لي في التعليقات ايه اكبر مشكله النهارده كانت عند منتخب مصر، وتقول لي كمان توقعاتك لمباراه مصر وغانا اللي جايه باذن الله. وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك في حلقه جديده. احمد فهيد